غزة الباحث في الشأن العسكري والاستراتيجية السيد رامي أبو زبيدة. سيد أبو زبيدة، أرحب بك في هذه النشرة المخصصة لتغطية الأحداث والتطورات في عموم فلسطين من قطاع غزة ما يتعرض له، وكذلك في القدس المحتلة والأقصى الشريف. يعني الأمور واضحة ومتبلورة أمام الأسرة الدولية، وإسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الضغوطات الدولية التي توجه لها الآن. بالتالي كرجل عسكري واستراتيجي، كيف تصف الوضع لا سيما في قطاع غزة؟ واضح أن منذ بداية العدوان الصهيوني على الأقصى وتهديد بتهجير أهالي الشيخ جراح، المقاومة بثت تحذيراتها للكيان الصهيوني، وكان تحذير قائد أركان المقاومة محمد الضيف ومهلة الغرفة المشتركة لتنفيذ شروط المقاومة التي تحددت عند الساعة 6 من مساء أمس نتيجة لعدم انصياع الاحتلال للشروط الدولية والوسطات واستمراره بالعدوان على المرابطين بالأقصى. تم تنفيذ التهديدات، وأطلقت المقاومة رسالة واضحة للعدو عبر رشقة صاروخية إلى مدينة القدس المحتلة واستهداف جيب عسكري صهيوني شمال قطاع غزة. المقاومة بردها على جريمة اقتحام المسجد الأقصى، أثبتت هذه المقاومة أنها هي السند الحقيقي والسند القوي لنضال شعبنا الفلسطيني، وهي التي قادرة على ردع العدو الصهيوني في حال إذا فشلت كل الوسطات. هذه المقاومة تدلل على أنها باتت تمتلك تصور واضح ودقيق اليوم يسير لإدارة المعركة من خلال ما تطلقه من صواريخ. إذا ما صعدت تل أبيب من قصفتها الجوية السيد أبو زبيدة، استراتيجية وقدرة المقاومة إلى أين هي ماضية؟ وبرأيك من منطلق ومن منطق عسكري، كيف ستؤثر في تل أبيب؟ هل تستطيع أن تثنيها عن هذا التصعيد؟ هل تستطيع أن تردها عن ما تقوم به حتى الآن، لا سيما وصلت الضحايا في قطاع غزة إلى 126 بينهم 9 أطفال؟ عدوان غاشم على شعبنا والعدو الصهيوني، وهذا الاحتلال منذ احتلاله وهو يبطش بالشعب الفلسطيني. المقاومة نجحت في استراتيجية تعدد الجبهات، ولهذا يقلق المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، لأن هذه المواجهة لأنها خاصة بالقدس، الضفة تشتعل، الداخل المحتل يشتعل، قطاع غزة يوجه رسائله بما بات يمتلك من قدرات عسكرية. حتى الآن المقاومة تستخدم سلاح الردع الصواريخ، ولم تستخدم كل إمكانياتها ووسائلها التي راكمتها منذ عدوان 2014، فهي تستخدم رسائلها عبر رشقات صاروخية. عندما بطش العدو الصهيوني وقصف منازل الآمنين في قطاع غزة وأوقع الشهداء، أطلقت كتائب القسام رشقات مركزة إلى مدينة عسقلان وقبل قليل إلى مدينة جدود. هذه الرشقات كانت دقيقة، أوقعت إصابات وأوقعت أضرار، وهي رسالة من المقاومة التي تقول للعدو الصهيوني أن يتوقف عن عدوانه ضد أبناء شعبنا، وأنه في مقابل أي عدوان واستمرار وانتهاك. وهل ترى سيد أبو زبيدة كرجل كخبير عسكري، هل ترى بأن استراتيجية المقاومة من قطاع غزة، هل ترى بأنها كفيلة لثني إسرائيل عن ذلك في ظل عدم يعني توازن الكفتين؟ إذا ما نظرنا بتجرد عسكري، تمتلك قوة عسكرية متقدمة في الشرق الأوسط، والمقاومة لها أسلحة دفاعية يعني لا نعرف مداها، ولكن ليس هناك تكافؤ بين القوتين إذا جاز هذا الوصف. صحيح، لا يوجد تكافؤ. القوة الصهيونية قوة بطش وقوة عدوان، وتمتلك من الوسائل الكثير، وليس هناك أي مقارنة بين قدرات المقاومة وما تمتلكه. لكن بات هذه القدرات التي تمتلكها المقاومة اليوم، تعرف المقاومة كيف تستغلها. المقاومة تدرك الضعف الذي يوجد في الجبهة الداخلية الصهيونية، وتدرك ضعف المنظومات الدفاعية الصهيونية، وقادرة على شل الحياة داخل المجتمع الصهيوني. المجتمع الصهيوني غير قادر على الصمود في ظل هذه الحالة. ولم تستخدم المقاومة أيضا كل وسائلها التي راكمتها خلال السنوات السابقة. إذا استمر العدوان
ستزيد المقاومة من رسائلها وستزيد من وسائلها حتى يرتدع، وليس أمام شعبنا والمقاومة إلا مواجهة هذا العدو الصهيوني، وعلى العالم أن يضغط.